السينما ما زالت خروجة شكل من أشكال الانترتينمنت. الناس بتحب تروح تتفرج على فيلم بشكل وسيت اب معين، لكن في نفس الوقت للأسف العدد الإنتاجات المتكين غصبا عنهم ابتدينا ما نقدرش نحط انفستمنت وفلوس في عدد الأفلام، فبالتالي العدد قل. وهو قل في السينما، بس زي ما برضو حفظي قال غيرت شكل الصناعة، ابتدينا نعمل نوعية مختلفة من الأفلام، يعني الأفلام اللي بتروح دايركت للسينما، وزي ما برضو بدو قال هي مرحلة ترانزيشن كده ما بين السينما والبلاتفورمز. في شوية أفلام هتبقى تنزل بالتزامن، في شوية أفلام تنزل في السينما شوية وبعدين تنزل، وفي أفلام هتروح دايركتلي على المنصات.